طيب ايه هي الخطوة التانية في الديفيوز؟ الديفيوز انا عايز اعمل ايه؟ انت شايفين الحتت، عشان ابقى انا كده لازق في وشها عدل، شايفين الحتت دي؟ لو احنا لو سبتها تشتغل حتة زي دي. الاول انا عايز اغير بس الكالرز اللي في الميكس، تمام، لان هم اغمق اغمق من اللازم، تمام، وانا عايز بس افتحهم شوية، تمام، لاني انا عايز اعمل ده. الكالر ده بيبقى غامق، يعني بيبقى مكان الضغطة بتاعت المسمار والكرمشة بتاعت الجلد، المفروض ده بيبقى اغمق من بقية الجلد. يعني لو جينا عملنا كده، المفروض الاماكن اللي بتبقى داخله لجوه دي بتبقى لونها قافل قافل شويه. طب احنا دي هنعملها ازاي؟ ازاي هنعمل الكالر فاريشن ده؟ تعالوا الاول نركز بس بالراحه كده في الماسك. هو الليله كلها في الماسك، مش في يعني مش في الكالر، الدنيا كلها في الماسك دي كده. وتعالوا هنا نجيب امبيانت اوكلوجن ونركز كده، لان الماسك ده اي نعم اتكلمت على حاجه زيه قبل كده، بس الطريقه دي او في هنا تريكه صغيره. لو جينا عملنا كده، ده باي ديفولت الامبيانت اوكلوجن بيديك هنا اسود والباقي ابيض. طب انا عايز العكس، تمام، مفيش مشكله خالص، هنروح للوايت هنخليه زيرو، ونروح للبلاك ونخليه وايت. احنا كده خدنا العكس. الفول اوف ده انا هخليه مثلا ب 100 لغايه اخره، تمام. يهمني بقى هنا ابعد شويه علشان اشوف الكالر عامل ازاي. افتكر كويس، هو بس السامبل هنزودها سن عشان ما يبقاش فيه نويز، تمام. والدنيا كده هتبقى تمام. طبعا انفرت نورمالز لا، انا عايزها زي ما هي كده. طبعا السبريد انا ممكن الغيه، وانفرت نورمالز انا عايز اقرب عشان اشوف انفرت نورمالز هنا شغاله زي ما انا عايز ولا لا. لا، مش زي ما انا عايز، هي كده زي ما احنا عايزين، تمام كده، جميل جدا. اهي الحتت دي، الحتت دي، كل ده المفروض. بص بقى، عايز يبقى غامق ماشي، عايز تحط فيه دست برضو ماشي، تمام. هو كل الحكايه انك انت بتعزل بس المنطقه دي. طب احنا كده تمام، احنا عزلناها والدنيا زي الفل. انا ممكن اقلل ده شويه كده فاسمح بشويه فاريشن، ازود السبريد شويه، وده مطلوب هنا، مطلوب ده، مطلوب خلاص ماشي هنا كده. بس اللي انا مش عايزه البرفكت، البرفكتنس ده اللي هو انها تبقى كأن حد كده بالايه، بالمسطره يعني. طيب دي امرها سهل، هنروح هنا لايمج وناخد الايمج دي وناخد دي. في العاده دايما باخد البتاعه دي، او ممكن اخد دي، بس هي دي اتمنها قريبه من بعضها، فالدنيا فيها سهلة شوية وسلسة شوية. يمكن حتى كمان، يا ساتر، طب خليني كده ماشي تمام. هناخد دي نحطها في البلاك. ليه البلاك؟ مش هقول بقى، انتوا عرفوها من المرة اللي فاتت، لان انا قلتها المرة اللي فاتت، تمام ماشي. هنلاقيها بالشكل ده كالعادة، نفس التريك او الاختراع اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، اللي هي الجريدينت. ايه يا حاج جريدينت؟ انا اسف، يا في ماكس اسمها جريدينت، معلش. هنا اللي هي رامب ار جي بي، تمام،
ونحط دي في السورس ماب، هنا اسمها انبوت، في الفي راي هناك اسمها سورس ماب، بالنسبه لو حد حابب يطبق التكنيك ده هناك على الفي راي ديرت. انت كده مفيش اي حاجه عندك، تمام. بس بص بقى، لو انت مسكت دي ورحت زائق دي كده، تمام، طبعا ممكن نزق دي، يعني مش هتعمل حاجه قوي يعني، تمام، بس نزق دي كده، حلو. كده زي الفل. انت كل اللي انت هتعمله بس ان انت هتقوم واخد الميكس ده اهي، خلاص كده، والميكس دي تبقى لير 4، والبتاع اللي احنا يا عم والبتاع اللي احنا عاملين نطبخه ده، اللي احنا عاملين نحضره ده، نجيبه هنا كده، ويبقى ده لير 4 الفا. يبقى لو احنا خدنا ده كده وديناه هنا، تمام، وقمنا رايحين هنا اهو لدي، وقلنا طيب تعالى انت بقى خليك غامق، وانت خليك اغمق منه اهو. طبعا عشان انتوا لو عايزين تشوفوها تاني، لو احنا عملنا دي كده اهي، تمام، وعملنا دي كده اهي، تمام، هتلاقي الاتنين ميكسد مع بعض، تمام. طبعا بس احنا محتاجين ان احنا في السبريد نسحبه شوية علشان يبقى بس في الحتت اللي احنا محتاجينها. لو شلنا دي كده ورجعنا دي لورا، هنلاقي كل المناطق اللي فيها زي غرز او حفر بالمنظر ده، تمام، هنلاقي فيها اللون اغمق، تمام، هنلاقي اللون اغمق. ممكن الفولوف نزوده شوية بحيث ان انا اشيله من المناطق دي، ان انا عايزه في الحتت دي، تمام، جميل كده. كل الحتت اللي فيها حفر هتبقى بالشكل ده. بس افتكر اني هعمل انفرت نورمالز، نشوفه كده لوحده. افتكر المشكله سامبلينج، هو مفيش هنا حاجه، انا مستغرب عماله تيجي هنا ليه، تمام، لكن هي كده الدنيا تمام. وناخد دي نحطها هنا، نرجع بقى نغير فرح العمدة اللي احنا عاملينه ده في دي. والله انا شايف ان هي ممكن تبقى قدر واحد، خلينا هنا كده نروح بكلر في كلر غامق، والفولوف بتاعه يبقى اسود، او العكس، خلي ده اسود وخلي ده، اسف، خلي ده بني وخلي ده اسود، يعني زي ما يكون في فولوف كده. لو احنا استنينا بقى عشان نشوف الدنيا ظروفها ايه، هنلاقي فعلا الحتت اللي فيها حفر او الحتت اللي نازله لجوه دي اللون فيها اغمق من باقي المناطق، زي ما احنا شايفين. استنى بس تخلص وارجع لكم تاني، حبيت استنى بس لغايه ما الاي بي ار يخلص والدنيا كده كويسه جدا. فاضل بس حاجه بسيطه، انتوا عارفين اللي احنا خدناها للبامب اللي هي دي، مش دي المفروض اللي هي التيكتشر دي، او بمعنى ادق واصح، لو احنا عملنا دي
تمام، مش هي دي اللي احنا خدناها للبامب؟ طيب بصوا كده، لو عملنا لو خدنا دوبلكيت من دي كده ووصلنا نفس اللي فيها كلر كوركشن دي بدي، ووصلنا دي هنا، الفكرة انا عايز اظبط مكان السترينجز بتاع السبيكولر، تمام. فانا عايز اخد دي تحت سنة وارفع الاسود سنتين سنتين تلاتة اربعة، وان لم يكن ان انا هعكس، لان المفروض ان اللي بين التناية دي ما يبقاش فيه ريفليكشن، وبرضه ما يبقاش ده ريفليكتيف قوي كده بالمنظر ده كده، فانا عايز اقفل ريفليكتيفيتي شوية هنا، وبرضه هنا يبقى فيه سنة ريفليكتيفيتي، ما يبقاش اسود اسود بمعنى اسود يعني. طب احنا لو خدنا دي حطيناها هنا للسبيكولار سترينجز وعملنا الت دبليو اكس عشان نوصل الروت اللي اخر نود اخر اوت بوت بيوصل بالبيوتي، الت دبليو اكس بيوصل الروت، اما الت دبليو في بيوصل النود اللي انت عامل عليها سيلكت. افتكر ان كده ريفليكشن بقى معقول جدا، وافتكر برضو ان البلاستيك ما هواش 1.4، افتكر 1.6 او 2.6 على ما افتكر، بس هو افتكر هو 1.66 كمان. تمام، حاجة بالمنظر ده كده. جميل، الروفنس لو احنا جينا عملنا كده فهنلاقي الروفنس بالشكل ده، بس طبعا ممكن ان انا اعمل ماب تتحكم في الروفنس، وده ده يعني ده شيء مرحب بيه جدا. جميل، فاحنا ممكن ناخد هنا image، ناخد image وناخد، عايز واحدة زي دي ماشي، تمام، ما فيهاش اسود كتير، ما فيهاش كونتراست جامد، خلاص هو ده اللي انا عايزه في حاجة زي الليذر او الجلد. نشوف التايلابيليتي، زي ما انتي، بس الاول نشوف كده ايه دنيتك ايه. وانا طول عمري بقول عليكي خامة بنت حلال، الصورة دي صورة بنت حلال كده وظريفة جميلة جميلة وبنت حلال ايه. تمام، بس هي رف قوي. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية عايز اعكسها، بس هنروح ل رامب فلوت وناخد دي نحطها هنا ونقول له انسرت افتر انبوت تحت فوق. تمام، ومش للدرجه بقى، فاحنا هنرفع لا 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 هنزل دي كده سنه، وناخد دي كده سنه عشان ما تبقاش ريفلكتيف قوي، وفي نفس الوقت ما تبقاش يعني رف قوي. جميل، وناخد دي نحطها هنا واقول له ان دي السبيكيولار روفنس، بس قبل الروفنس تمام انا عايز احط روفنس ب 0.75. تمام، طبعا ممكن احط كلامبو نفس القصه بس يعني تسهيلا بقى، خلاص هقول له روفنس و الت دبليو اكس الت دبليو اكس يا ابني الت دبليو اكس. طب حاضر، حقك علي انا غلطان. تمام، ونبقى خدناها كده. استنى بس يخلص ونشوف الدنيا ظروفها ايه وارجع لكم بعد الاي بي ار. ده كده الريندر بتاع الاي بي ار. طبعا الريندر النهائي هيطلع احلى من كده بمراحل، بس احنا كده تقريبا خلصنا اللي احنا عايزين نقوله، فاضل بس المود بتاع الإضاءة. يعني أنا ولو إن هو مش قوي، بس عموما خلينا نروح للكاميرا دي، آسف الكاميرا دي. تمام، هي كانت كده، أنا عاملها كده بالظبط، بس كل الحكاية بقى إن أنا عايز مود زي ما أنت شفته كده يكون ضلمة شوية. ف أنا كل اللي أنا عملته إن أنا رحت هنا للكواد لايت،
وقللت الانتنسيتي بتاعته على الاخر تقريبا. يعني انا خليت مش فاكر كانت 2 تقريبا، ودي كانت 2، هي كمان كانت حاجه بسيطه قوي. والسكاي افتكر كانت الانتنسيتي 0.2 حاجه كده خلاص. والسبوت لايت ده بقى هو اللي كان عامل الدنيا دي كلها. طبعا السبوت لايت ده عادي جدا، حاجه عاديه جدا، ويا دوبك انا حاطط معاه بس اتموسفيرك سكاترينج وبس على كده يعني. ما كانش فيه حاجه تانية يعني. الحاجه بس الزياده ان انا جيت هنا وقمت رايح هنا تمام على دول، وخليت ده اسود، وخليت ده افتح منه